انت خارج يا مراد؟ ايوه يا نينا. عاوزه حاجه؟ مش عارف ازاي نمت لما رجعت. انت تعودت تنام الظهر يا مراد. الظهر كده. انا عايزك ما تتعودش على حاجه. ليه يا نينا؟ كده كده وخلاص. انا عايزك تعمل عكس اللي تعودت عليه يا مراد. عايزك تبقى شخص تاني حبيبي. انا كده كويس؟ لا انت كده مش كويس يا مراد. انا حاساك مكتئب. اخرج يا مراد، غير جو. اقولك انزل شوف اصحابك. صحابي فيهم اللي مكفيهم، كل واحد شايل الهم وزياده. يا مراد يا مراد، الهم بيهون لما الصحاب يشيلوه مع بعض. صدقني بكره هيبقى احسن. تفتكري يا نينا بكره هيبقى احسن؟ اشك. احنا ليه كل ما بنرجع بالايام اللي ورا بتكون احسن؟ لا يا مراد انت غلطان. ان شاء الله بكره هيبقى احسن. شفت بقى؟ شفت انت بتقول ايه وبتقول انك كويس؟ طب اصدقك ازاي بقى؟ عارفه يا نينا، مش قادر اتخيل حياتي لو انت وانت مش معايا. هتبقى احسن يا مراد، صدقني حبيبي هتبقى احسن. ما تزعليش مني. ازعل منك؟ أنا عمري ما زعلت منك يا مراد. أنا على طول بزعل عليك. أنت بقى اللي ما تزعلش مني. يا سلام، أنا أقدر أزعل منك أنت. يبقى اتفقنا. اتفضل بقى قوم اخرج وانبسط. يلا. حاضر. هخرج وهتبسط. وهعمل عكس اللي أنا عايزه. ربنا يخليك لي. يخليك لي يا حبيبي. بعد إذنك.